الآن مع كلمة الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرمزية اللي بتحملها هذه الجلسة تحمل أكثر من رمزية. الرمزية الأولانية أن المجتمع المدني لا يترك الحكومة وحدها تواجه مثل هذه المشاكل، بل هي تشترك مع الحكومة مشاركة فاعلة، وهذه مشاركة أنا شخصياً أحني الرأس لها وأحترمها من الجمعيات الأهلية، ولأن منظمات المجتمع المدني المفترض الحقيقة في الموقف مع الإرهاب ومع التطرف ما زال موقفها لا يرقى إلى مستوى أداء هذا المجتمع المدني. مش ممكن أبداً تترك ظاهرة زي ظاهرة التطرف وظاهرة الإرهاب للحكومات وللمؤسسات، لا، لابد أن ينبري المجتمع المدني بكل مقوماته بكل مؤسساته بكل منظماته لكي يشارك ويساهم في إقصاء هذه الظاهرة. ده أول نقطة أردت أن أنا أضعها. فهذه ظاهرة صحية أن يبدأ منظمات المجتمع المدني تضع هذه المناسبة وتعطي لها هذا التقدير، لكن مش لمجرد أن احنا نقوم ونقول كلمات رثاء أو كلمات عزاء، لأنه عداء لمصر كلها وليس للإخوة المسيحيين فقط، لكنها هي استنهاض للأمة واستنهاض للمجتمع أن الظاهرة ليست ظاهرة تواجهها الحكومات أو تواجهها الأجهزة التنفيذية، لا، دي ظاهرة أصبحت لابد أن تستنفر المجتمع بأكمله حتى يواجه هذه الظواهر الخطيرة التي أصبحت تؤثر على نسيج الأمة. هذا المنعطف الأول. المنعطف الثاني الذي لابد أن نوجه الأمة إليه، أن نوضح دلالات، وهذا أوجهه لرجال الدين، وأوجهه لرجال الدين المسيحي، وأوجهه لرجال الدين الإسلامي. لابد أن نوضح أن نحن نعبد رب لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى رغما عنه، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فإذا قدر وشاء أن تكون الحياة التي نعيشها على هذه الشاكلة، فلا بد أن نحترم هذه الإرادة وهذه المشيئة. وهذا ليس موجود فقط في الدين الإسلامي ولا في الدين المسيحي، لكن موجود في كل الديانات. وهنا لابد أن أتكلم إلى رجال الدين الإسلامي وأقول لهم: لماذا لا نخاطب المجتمع يا أيها الناس كما خاطبنا القرآن في كثير من المواقع؟ يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا قال: إن الله خبير بالعباد. الخطاب هنا للناس كافة، لأن الديانات نزلت من رب العرش لكل البشر للهداية، لكي نعلم الناس يعني كيف يتعايشوا وكيف يتعاملوا. وهذه الآية تجسد أنها نزلت للناس كافة، ما قالش يا أيها المسلمون ولا قال يا أيها المؤمنون. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. وهنا تتجلى المعاني والرقي في الأداء، أن الديانات نزلت للناس كافة. وهنا تتجلى أيضا قبول الآخر. قبول الآخر مهما اختلفنا معه، لا عصبية في الدين، وكلما التقى الإنسان بروحه. ولذلك هنا رسالتي لرجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي: نحن اهتممنا كثيرا بالتربية الدينية، ونحينا بعض الشيء التربية الروحية، وشتان بين التربية الدينية والتربية الروحية. إذا كانت التربية الدينية للمناسك، فالتربية الروحية للسمو الإنسانية. وهذه رسالة أخرى. وأنا نلت أذكر وأنا تلميذ في ابتدائي وفي إعدادي، أخش حصة الدين، ينزل إخواننا المسيحيين لحصة الدين، والمسلمين يروحوا حصة الدين بتاعهم. ما هذا الهراء؟ ما هذا العبث؟ كيف تفرق بيني وبين زميلي في حصة للدين؟ كان ينبغي علينا
أن نشوف القواسم المشتركة التي نزلت من المصدر الواحد وهو الإله الحي القيوم للجميع. هناك قواسم مشتركة كثيرة، ثم نبدأ ونرقي الروح ونسمو بالتربية الروحية التي تعلي على العصبيات وتعلي الأشياء، حتى لا نوجد العصبية حتى في دروس الدين بتاعتنا اللي احنا بندرسها لأبنائنا، بنوجد حالة من العصبية والأمة نسيج واحد. أليس هذه الدولة دولة تجمع نسيج المسيحي والمسلم؟ هنا لابد أن أتذكر الوثيقة التي جاء بها عمرو بن العاص حينما جاء إلى مصر. هذه الوثيقة الأصل موجود في دير سانت كاترين. إلى الرهبان والمسيحيين والقساوسة على أرض مصر، لا نغير قسيس من قسوسيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا نأخذ من أموال كنائسهم لبناء مساجدنا، وهم في ذمتنا في البر والبحر، في المشرق والمغرب. إنها سماحة جاء بها عمرو بن العاص لينقذ أحباط مصر من براثن الروم. وكلنا يعلم، والله لقد جلست في ضيافة قداسة البابا شنودة خالد الذكر حينما زارني في قرية سما العريش، وكانت زيارة ميمونة، وتكلمت معه. وقف قداسة البابا شنودة ليحكي كيف أنقذ عمرو بن العاص أقباط مصر من براثن الروم. إنها علاقة المصريين أقباط مصر. الحضارة هي الحضارة، والحضارة الإنسانية لا تتغير، لكنها الثقافات هي التي تتبدل وتتغير. وهنا معنى ومفهوم آخر نريد أن نركز عليه للجميع. الحضارة حضارة الإنسان بكل أدياني، بكل مقوماتي، من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها إلى يوم البعث، هي حضارة تكمل بعضها البعض وتتوافق وتتكامل وتتجانس. أما الثقافات، نؤمن أن الثقافات تختلف كيفما تشاء، ومن الثقافات واختلاف الثقافات ترقى الحضارات، لكنها ليست صراع الحضارات كما نسمع. كلها مفاهيم خاطئة غرسوها في الشباب، للأسف بعض أساتذتنا وبعض الدعاة في الديانات يتكلمون عن الحضارة على أنها حضارات وصراع الحضارات، ولا يوجد ما يسمى صراع الحضارات، لأن الأمة أمة واحدة، وابن آدم واحد، والرب واحد، لكنها اختلاف الثقافات. نعم، نؤمن باختلاف الثقافات، ونؤمن بالرأي، ونؤمن بالرأي الآخر. هذه هي المعاني التي ينبغي أن نجسدها وأن نتعامل معها مع الجميع، ونربي أولادنا عليها. لا يمكن أن تكون ديانة نزلت لكي ترثي ثقافة القتل. أي ثقافة هذا التي أرساها ويريد أن يجعله ويصوروا هذا الدين الإسلامي على أنه ثقافة جاءت للقتل ولسفك الدماء؟ أليس رسول الله الذي جاء وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لكم دينكم ولي دين، أفأنت تكره الناس حتى تكونوا مؤمنين؟ حتى الدعوة إلى الله، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هذا؟ التربية الروحية تعلو على العصبية. ولذلك نحن نرسل أمة اليوم في المنهج الفكري المعوج الذي أصاب هذه الأمة. وعلينا مسؤولية، وعلينا نحن جميعا، وهنا أعظم مرة أخرى دور المجتمع المدني بكل هيئاته وكل منظماته، ألا يترك الحكومة وحدها، كما قال اليهود لبني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا لموسى، فإنها هنا قاعدين لا، اذهب أنت وربك فقاتلا فإن معكم مقاتلون. نحن شركاء في مواجهة الإرهاب، شركاء في مواجهة التطرف، شركاء في إعادة نسيج الأمة إلى طبيعته مرة أخرى، شركاء في عمل ينجي هذه الأمة من فتنة الطوائف، ومن فتنة الاختلاف، ومن فتنة التعصب. إنها إرادة المولى عز وجل أن تكون أرض طيبة ورب غفور. هذا المعنى أردت أن أجسده
سيدنا رسول الله في حجة الوداع تظهر روح، مالش روح مسلم، تظهر روح من غير حق. الروح روح والخلق خلق والإنسان إنسان. إنا كرمنا بني آدم وفضلناه على كثير ممن خلقنا. وهذا التفضيل كان بالعقل، وكان هذا التفضيل كان بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا التفضيل كان بالتعايش والتجانس، وهذا التفضيل كان بالرقي. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، وهو الذي استعمركم فيها. إعمار الأرض هي دي الرسالة الحقيقية لكل مسلم ولكل مسيحي، لأصحاب الديانات كلها. إخواني المسيحيين وإخواني القساوسة الكرام الذين شرفتم هذا المكان، أن العداء عداؤنا جميعا، عداء هذه الأمة، لأن هذه الأمة جملت على مر التاريخ أن يجلس المسيحي بجوار المسلم. في 73 حارب المسيحي بجوار المسلم لرد الاعتداء، وفي كل موقف تهتز فيه هذه الأمة نجد أن هذا المسيح يعود مرة أخرى إلى طبيعته. عودوا إلى رشدكم، ولنعود إلى رشدنا، ولننفذ الإرهاب بكل ما أوتي من حمق. وهذا لا يحدث إلا إذا تظافرت الجهود وتكاتفت الأيادي، ولا تدعو الفتنة تضرب بأوصالها في جذور الأرض فتقضي على الأخضر واليابس. إننا نقول هذه المعاني لله وفي الله وبالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الأزمة التي نعيشها الآن، ومن هذه المحنة التي نحياها، منحة لتعيد صياغة الحركة الحياتية لنا في هذه الأمة إلى رشدها وإلى سواها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لك على موقف حصل مع قداسة البابا شنودة مرة. قداسة البابا شنودة على فكرة رجل مهذب ودامس الخلق، وحينما ينزل منطقة يسأل مين الوجهاء بتوع المنطقة ومين الناس. فكان في مرة جاي افتتح كنيسة في رفح، فلقيت مكتبه بيتصل بيا بيقول لي قداسة البابا هيفتتح كنيسة في رفح وعايز يجي يزورك في القرية. كانت أول اتصال بيني وبين قداسة البابا. أنا استغربت الحقيقة، قلت أهلا وسهلا يا شرف. قالوا لي برنامج بتاعه أن هو هيتغدى في فندق أوبروي العريش، وبعدين من 2 لـ 2:30 هيجي لك يقعد عندك نص ساعة، وبعد الساعة 2:30 ويتحرك الساعة 3:15 ولا حاجة من العريش على القاهرة. فقلت لهم طب ما تعرضوا عليه انه يتغدى عندي. فقالوا نعرض، فعرض، فقالوا لا ده انا معايا 70 واحد. فكلمني سكرتيره وقلت له يا سيدي 700، اهلا وسهلا بقداسة البابا. فالحقيقه فوجئت ان ايه، ان بابا وافق، وفعلا هو عزم 70 وانا عزمت له كمان 70 من وجهاء البلد، على 70 بقى 140. واستقبلته استقبال يليق بقداسته بتاع، والخيل قدامه وبتاع، لحد ما دخل في المطعم وبدا ايه، فقداسة البابا راح ايه عامل كده، واخد بالك ازاي، راح كله واقف وراح يصلي بتاع عشان شكر. وقال ايه، قال ان احنا بنشكر الدكتور حسن راتب على استضافتنا، وراح جايب لي طبق فضه كبير كاتب عليه اهداء وقدمها لي كهديه باسمي. انا ما عملتش حسابي وجبت هديه. فنادهت عماد مدير مكتبي هناك، قلت له يا عماد هات لي كتاب سينا بوابه مصر للقرن 21. لسه كتاب ألفه.
وقلت له قبل ما تنزل الحلو بعد الغداء ما يخلص يحط لي الكتاب قدامي. وفعلا قبل ما ينزل الحلو حط لي الكتاب قدامي، فرحت ايه عامل كده زيه ضحك اصل انا مش هعمد بس. وقلت له قداسة البابا. اسمع بقى الكلمات البسيطة، قداسة البابا: نحن نعبد ربا لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى رغم أنفه، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فإذا قدر وشاء أن يجمعنا في هذا اليوم المبارك على هذه الأرض البركة فإني أسجد لله شكرا على هذه المشيئة. أدي إيه المدخل. والهدية قداسة البابا إما أن تهدى على قدر المهدي، وإما أن تهدى على قدر المهدى إليه. وإن أردت أن أهديك على قدرك فلا يعلم قدرك إلا خالقك وبارئك ومقدرك. فتسمح لي يا قداسة البابا أن أهديك على قدري. وقدري في خلاصة فكري على مدى أكثر من 4 سنوات عكفت على أن أكتب سيناء بوابة مصر القرن 21. وتسمح لي يا قداسة البابا أن أهديك صفحة 116، وهذه الصفحة فيها صورة لوثيقة جاء بها عمرو بن العاص في الفتح الإسلامي، موقع عليها من 14 من الصحابة، 4 من الخلفاء الراشدين. ومنطوق هذه الوثيقة يا قداسة البابا إلى الرهبان والمسيحيين والقساوسة على أرض مصر: لا نغير قسيس من قسوسيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا نأخذ من أموال كنائسهم لبناء مساجدنا وهم في ذمتنا في البر والبحر في المشرق والمغرب. إنها سماحة الإسلام يا قداسة البابا التي جاء بها عمرو بن العاص لينقذ أقباط مصر من الروم. وتسمح لي يا قداسة البابا أن نترك ما اختلفنا فيه وأن نلتف حول ما اتفقنا عليه، ليتوحد أهل الإيمان ضد أهل الإلحاد، أو جد قضية مشتركة ليسود في عالمنا الحب والوئام والسلام والسلام. فقداسة البابا لما سمع الكلمة قال لا 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 استنوا بقى ننزي بقى الموضوع بتاعنا ايه. قال لا انا ما كنتش اعرف ان انا ايه في موضع بهذا الشكل. وقعد يتكلم في محاضرة اكثر من 40 دقيقة عن الفتح الاسلامي وازاي عمرو بن العاص انقذ اقباط مصر من براسم مثقف الى ابعد الحدود، ورجل تاريخ جدا، ما هو خريج التاريخ ادب قسم تاريخ، ورجل دعابه ورجل برضه يتحقق زي ما انت قلت كده يتمتع بالدم الخفيف، واصبحت صداقه. وعزمني بعد كده في وادي النطرون وقضيت معاه يوم كامل جميل. وكان كريما وكان مضيافا وكان رجل دامس الخلق. وانا اقول الذين يتكلمون عن النسيج الاجتماعي في مصر وعن الفتنة الطائفية، فهذا نسيج قدري. مهما حاولوا بعض الناس انهم يدخلوا في هذه المداخل لإضعاف الشأن او إضعاف نسيج هذه الأمة، انا مش هقدر. استقبل الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لنستمع إلى كلمة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أسجل شكري لمجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية، اللي هو عندما تحدثت مع الأستاذ الدكتور حسن راتب عندما أعلنت له أن مجلس إدارة الاتحاد العام قرر أن يقيم هذا الحفل حفل تأبين لشهداء الوطن، فبادر الأستاذ الدكتور حسن راتب وأعلن أنه يرحب بأن يستضيف هذا الحدث وهذا الحفل
في هذا الصرح التعليمي الكبير، مشاركة من المعهد العالي للدراسات التعاونية ومن الجمعية المصرية للدراسات التعاونية في هذه الاحتفالية المهمة. يمكن النهاردة يعني اللي موجودين في هذه القاعة هم يعني يمثلوا بحق المجتمع المصري بكل طوائفه. موجود معانا الطوائف المسيحية، كل الطوائف المسيحية في مصر موجودة معانا. يمكن النهاردة الإنسان يعني في هذه المناسبة، أنا ما بحبش أجهز كلمة مكتوبة لقناعتي إن القلب هو اللي بيتكلم، مش ورقة وقلم هيتكتبوا. إحنا كلنا في مركب واحدة، وكلنا المصاب مصاب جلل، والمصاب مش مصاب مسيحي ومسلم، هو مصاب المصريين كلهم. ويمكن اختيار القتلة إن يختاروا يوم مولد النبوي الشريف عشان ينفذوا هذه العملية الإجرامية اللي هو الدين الإسلامي بريء منها تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي بيدعو للسلام، زي النبي عيسى ما بيدعو للسلام، الأنبياء كلهم يدعو للسلام، لا بيدعو للتطرف ولا الإرهاب. والكلام ده هيقوله طبعا رجال الدين الإسلامي والمسيحي بشكل كبير. أنا يمكن بنتهز هذه المناسبة، ويمكن الفكرة جت إن إحنا كمجتمع مدني أزعم وحتى كحكومة مفيش خطة استراتيجية محددة لمواجهة الإرهاب، رغم إن النص الدستوري المادة 236 في دستور مصر وهو حكم من الأحكام الانتقالية ركزت على أنه أن تلتزم الدولة بوضع خطة لمواجهة الإرهاب وتكثيف منابعه. وأنا أزعم أن البوابة الرئيسية للإرهاب هي التطرف، وأن التعامل مع قضية التطرف دي قضية مهنية علمية لها أسس ولها معايير ولها حسابات. أرى أن احنا آن الأوان أن نتعامل مع مثل هذه الأحداث بأسلوب رد الفعل. لابد أن يكون هناك خطة استراتيجية محددة. الإرهاب له أبعاد وله أسباب كثيرة، لها أسباب اجتماعية، له أسباب سياسية، له أسباب ثقافية، له أسباب تعليمية، له أسباب اقتصادية. لابد أن نعالج وأن نضع خريطة وأن نضع خطة استراتيجية لمواجهة هذه الأبعاد وهذه الأسباب. المفروض أن احنا النهاردة نواجه مناهجنا ونراجع مناهجنا التعليمية، المفروض ثقافتنا، مشاكلنا الاجتماعية، العشوائيات، البطالة، كل دي أنا بعتبرها منابع للإرهاب. صحيح الإرهاب اللي موجود النهاردة واللي بيصاب به مصر يختلف كثيرا عن ما كان في الماضي. الإرهاب اللي موجود النهاردة إرهاب منظم، إرهاب له إمكانياته، إرهاب ممول من منظمات دولية بل ودول خارجية تريد النيل من مصر ولن تستطيع أن يكون ذلك. الإرهاب النهاردة بقى له تخطيطاته، له تنظيماته، له أدواته. لابد أن احنا نفكر ونغير مفهوم التعامل مع العمليات الإرهابية. إذن احنا أمام أمر جد خطير، أمام قضية ما تحتملش أن احنا يعني نكتفي بالعبارات والشجب ولا ذلك. ده لن يؤتي بشيء، أو بالبكاء أو بشبه ذلك، أو ولن يواجه الإرهاب أو التطرف بالذات مواجهة أمنية فقط. ويمكن السيد رئيس الجمهورية تحدث في أكثر مناسبة، قضية التطرف دي قضية مدنية، قضية شعب. لابد أن احنا نواجه هذه القضية ونستخدم كل الأساليب العلمية في مواجهة قضية التطرف وظاهرة التطرف اللي بدأت تأكل الأخضر واليابس. احنا النهاردة كلنا حريصين، احنا كلنا في مركب واحدة، لابد أن ننطلق من هذا اللقاء وتبقى نقطة انطلاقة ان يبقى في خطة وخريطة الكل يشارك فيها، رجال دين إسلامي، رجال دين مسيحي، قيادات جامعية، جمعيات أهلية، مؤسسات أهلية، نقابات عمالية، نقابات مهنية، المجتمع كله
يبدأ يتعامل مع هذه القضية بحجمها. لن يحبط الشعب المصري ولن ترقع مصر لحد لأي حد، لأن مصر باقية بإذن الله إلى يوم الدين، مصر التي ذكرت في الأديان السماوية، مصر التي كانت مهدا ومظهرا إلى الأنبياء جميعا. لن تركع مصر، مصر إن شاء الله باقية، وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أن أرحب بالقمص الصليب متى ساويرس نائبا عن قداسة البابا تودروس الثاني وبطريرك الكرادة المرقسية. تفضل يا فندم. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، السيد الأستاذ الكبير طلعت عبلاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، السيدات والسادة الحضور سواء على المنصة أو في داخل هذه القاعة، بداية يشرفني أن أنقل لسيادتكم وكل الحضور تحيات ودعوات صاحب القداسة وغطة البابا المعظم أنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المقدسية. قداسة البابا له دور الوطني في ثورة 30 يونيو، ورغم ما تعرضت له أكثر من 100 كنيسة من دمار على أيدي الإرهابيين، لكنه قال وقتها: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. وقال: إن تهدمت الكنائس فنحن كلنا سنصلي مع إخواتنا المسلمين في المساجد، وحتى لو اضطر الأمر أننا سنصلي مع بعض في الشوارع. والواقع أننا أشرف أن أكون أحد أعضاء الاتحاد العام لمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، وأشرف أن أكون أول رجل دين مسيحي في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات بالانتخابات وليس بالتعيين. لكن كمسيحي أنا أعتز بمصريتي، أنا مسيحي وصليبي دق في إيديا وهو في قلبي أغلى من نور عينيا. أنا كمان مصري، وأخويا محمد يعلن الأذان وتجمعنا الأيام والإيمان بالله الواحد الديان. مصر وطننا، نحب نيله وأراضيه، شوارعه وحواريه، مراعيه وسفريه، أقباطه ومسلميه، نحب مستقبله وحاضره وماضيه، نحب أرض ميلادي، نحب نيله وهو ليس فقط يجري في الوادي بل يجري في شرايين فؤادي. مصر هي أم الدنيا، مصر هي اللي ظهرت العالم، جاءها أبونا إبراهيم وخرج إسماعيل من أرضها وتربى موسى فيها وتعلم بحكمائها، وجاءت العائلة المقدسة تحتمي في وديانها وجبالها، وجاءت إليها الدنيا كلها تحاكي وتنبهر بعجائبها. مصر ذكرت في الكتاب المقدس 539 مرة، وذكرت في القرآن الكريم 5 مرات، وقيل أنها كنانة الله في أرضه. مصر هي وحدتنا كلنا. كل التحية لكل الحاضرين، ومصرنا في اتحادنا بخير وسلام لكل المصريين، ونهتف جميعا تحيا مصر. لتحيا مصر وتظل مصر إلى أبد الأبدين. شكرا لكم جميعا. نرحب بالدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة مفتي الجمهورية. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتقدم بشكر للأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي وعلى هذه الاحتفالية الواجب علينا جميعا أن جمعنا مع هذه الكوكبة. نحن عندما نتكلم كمصريين حتى نفتخر بأنفسنا، الجينات المصرية مختلفة عن أي جينات لأي إنسان على كوكب الأرض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه وعلى سيدنا عيسى أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما حدثنا وأوصى بأهل مصر خيرا، أوصى بأهل مصر قبل أن يدخل الإسلام إلى مصر،
ومدح أهل مصر قبل أن يدخل الإسلام إلى مصر، فقال: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وقال: واتخذوا منهم جندا كثيفة فإنهم في رباط إلى يوم القيامة. هذا قبل أن يدخل المسلمون إلى هذه الأراضي المباركة، الأرض التي سكن إليها سيدنا عيسى المسيح، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آويناهما هنا السيد المسيح والسيدة مريم عليهما السلام. قالوا إنه في سوهاج، وقيل إنه في أسيوط، يعني على أرض مصر. الانطلاق الكبير هو من مصر، والكل يعرف هذا، لذلك كانت في دائرة الضوء ودائرة التحدي، وهذا ما جاء على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: واجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لذلك التجربة المصرية تقول: عندما يرى الإرهابيون ويتكلمون على مستويات عدة، ويتكلمون على عندما وصلوا إلى أعلى مستوى ومحاولة بذر الفتنة بين فئات المجتمع، ولا أقول مسلمين ومسيحيين، ولكن فئات المجتمع وأبناء الوطن الواحد، هذا مؤشر طيب بأن الإرهاب إلى انكماش، وإن شاء الله إلى اضمحلال وإلى زوال بإذن الله. ولكن أنا أريد بالنسبة للمصريين جميعا، كيف نعالج الإرهاب؟ نريد من كل مصري أن يكون في موقعه ضد الإرهاب والإرهابيين، سواء بالعلاج على مستوى النخبة والمنتديات والمؤتمرات، أو بالنسبة لعامة الناس على مستوى الوقاية، أن نتعلم كيف نقيهم وكيف يعرفون الإرهابي من سماته وتصرفاته. وأهم سمة في الإرهابي أنه لا يعرف الرحمة، لا يعرف السماحة، لا يعرف الحب، ولا يعرف التعاون، ولا يعرف الإخاء، ولا يعرف معنى للسعادة. مع أن الأديان جميعا وديننا الحنيف علمنا أن الدين يدعو إلى صناعة الحياة وليس إلى صناعة الموت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، حتى لو رأى علامات القيامة فليغرس، لأنه يستقبل الحياة. نحن نريد أن نعلم الناس جميعا أننا نريد أن نحيا في سبيل الله، وليس فقط كما علمونا أن نموت في سبيل الله، جميل، ولكن لماذا لا نحيا في سبيل الله؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نرحب بالقسبو للسرور ممثل الكنيسة. في البداية بشكر حضراتكم جميعا، لأن هي دي مصر، وجودنا كلنا بكل أطياف الشعب، مسلمين ومسيحيين ومن كل الهيئات والجامعات والمجلس النواب، والكل ده بيعلن فعلا إن احنا كلنا واحد، لأن هذا المصاب ليس مصاب للكنيسة فقط، ولكنه مصاب لمصرنا العزيزة. والكتاب قال لنا أيضا: لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إحنا عينينا على السماء، إحنا شاخصين للسماء، إحنا بنحب مصر. وعشان كده يمكن من بعد ثورة 30 يونيو ووقوف الكنيسة مع الجيش مع الشرطة يد واحدة مع السيد الرئيس، يمكن كل الحركات موجهة إلى هذه الفئات الثلاثة، والجيش والشرطة فيهم مسلمين أيضا ومسيحيين، فهم ضد مصر، بيحاربوا مصر. عشان كده أنا بشكر ربنا إن عندنا مثال دايما للشهداء، بنوري نماذج دايما لناس بصة لفوق فهم معنى الحياة صح. ربنا يدينا كلنا إن احنا نفهم معنى حياتنا، نأدي رسالتنا، نعمل معا بروح واحدة. يعني أنا نفسي في مجال التعليم بس، هو لولا الوقت يعني، نحن نهتم بأولادنا. حصص الدين شيء جميل، لكن ليه ما يكونش فيه أشياء مشتركة؟ ليه ما يكونش فيه رحلات مشتركة لأولادنا مسلمين ومسيحيين؟ ليه ما يكونش فيه تواجد لرجل الدين الإسلامي والمسيحي بانتظام في الكنائس وفي الجامعات؟ وجودنا مع بعض بالفعل، مش بس في لقاءات أو نحيي بعض أو بالقبلات، لا، الوجود الفعلي هو ده اللي بإذن ربنا يخلينا نستطيع أن نقضي على مثل هذه الأفكار. فكرة هذا اللقاء جميلة،
وجودكم كلكم شيء جميل ويعبر عن مدى الحب اللي في قلوبكم. شكرا لكم جميعا. خلوني أرحب بالقس أثناسيوس رزق فليتفضل، وأرحب أيضا في يعني تجربة كلمة مشتركة مع الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الشكر أولا للأستاذ دكتور طلعت على هذا المؤتمر، والأستاذ دكتور حسن راتب على هذه الدعوة الكريمة. احنا عاوزين نعالج بعض المعتقدات الخاطئة في المجتمع، نعالج بعض السلبيات الموجودة نتيجة الفهم الخاطئ للعلاقة أو لما يجب أن تكون العلاقة عليه بين المسلم والمسيحي. الفهم الخاطئ عند البعض واللي تربى عليه للأسف كتير قوي من شبابنا من فروق ربما عقدية بتنقلب بعد ذلك إلى انعكاسات اجتماعية بطريقة سلبية بشكل أو بآخر. عاوزين برضو في البرنامج أن احنا يمكن أنا كنت مصر على حاجة هتستغربوا لها حضراتكم، أن أنا وجناب القس شريكي في هذا البرنامج اللي برحب به معنا أبونا أثناسيوس رزق، وهو شريك في البرنامج، احنا الاثنين شركة في البرنامج، هنكون بنقدم البرنامج مع بعض. كان إصرارنا أن احنا نكون خلفية للبرنامج، يعني احنا موجودين بس علشان نعبر عن التواجد المصري أو الروح المصرية أو التماسك المصري، إنما البطل في البرنامج هيكون حضراتكم، هيكون دايماً القصص، قصص النجاح، قصص الصداقة اللي كانت بين المسلم والمسيحي، قصص نجاح مشتركة بين اتنين، قصة جوار حميمة وعظيمة بين اتنين، هيكون البطل هو الموضوع، هي الحياة المصرية، هيكون البطل هو مصر في النهاية. إزاي مصر استطاعت إنها تجمع كل أبنائها من 1400 سنة لحد النهاردة على البناء والتعمير وعلى الحب وعلى الكرم وعلى التجاور وعلى في صورة فريدة لم يشهد لها أو لم يعرفها التاريخ من قبل. أعتقد ربما الدولة الوحيدة التي عاش فيها المسلمين المسلمون والمسيحيون كمصريين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات لمدة 1400 سنة، أعتقد هي الدولة المصرية فقط وليس شيء آخر. علشان كده لما بنتكلم عن مصر بنتكلم وإحنا واثقين قوي من هي مصر وإيه هي مصر ومن هم المصريين وإيه هو التاريخ المصري العظيم اللي جمع بيننا جميعا. عشنا في حروب وعشنا في أزمات وعشنا في ثورات وعشنا في يعني مشاكل كثيرة، في أفراح وفي عزاءات، عشنا مع بعض وما كانش حد بيفرق ما بين جورج ومحمد ولا ما بين ماريا وفاطمة، وديت الروح المصرية اللي احنا إن شاء الله هنحاول من خلال هذا البرنامج، برنامج الصديقان، إن احنا نظهرها في البرنامج إن شاء الله. الكلمة لصديق العزيز وشريكي في هذا البرنامج الإعلامي الكبير أبونا أثناسيوس رزق، تفضل. في الواقع يا أحبائي، طبعا أنا واحد من الناس السعداء جدا بهذا الحشد الكريم وهذا المؤتمر الوطني الكريم اللي بشكر كل المنظمين والقائمين عليه وعلى تنظيمه، وأدعو الله أن يحقق النجاح والفائدة المرجوة من إقامة مثل هذه المؤتمرات الطيبة. عايز أقول لكم على حاجة وأنا قلتها بصراحة لإخواتنا في قناة المحور، أنا فوجئت أن في بعض المسلمين مش بيرضوا يأكلوا عند المسيحيين، وفوجئت أن بعض المسلمين بيرفضوا يعيدوا على إخوانهم المسيحيين، وفوجئت أن بعض المسلمين بيرفضوا يشتغلوا عند إخوانهم المسيحيين. مثل هذه الإشكاليات طرحتها على صديقي العزيز والمستنير فضيلة الشيخ مظهر الذي أثبت بالبيان والحجة فساد هذا الفكر وهذا المعتقد، فقلت له هذا هو حال المثقفين والمتعلمين، نريد أن ننزل بهذا الفكر إلى رجل الشارع المسكين، فإذا به يتحول هذا الفكر وهذه الرؤية وهذا القرار إلى شكل منظم إعلامي في شكل قالب برنامج جميل اسمه الصديقان. لذلك أنا أدعو كل المجتمع أن تتحول الشعارات إلى أفعال،
احنا في فتره قليله كانوا بيدعونا امحي او امحو اميه انسان جار ليك او انسان لم يحصل على حقه في التعليم. انا النهارده بطالب كل واحد فيكم يمحو اميه واحد جاهل بدينه، واحد فكره متطرف، واحد ارهابي. محتاجين ان نحيا كانسانيه في شركه موحده مع بعض سويا، بحيث ان احنا لا اتفرج ولا اقف مكتوف الايدي امام انسان يصب جامد غضب فكره الغير واعي، ونتركه يعني يقدم هذا الفكر الشرير بين الناس وينتشر هذا الفكر ونحن صامتون واقفون. إذا أردت وإذا كنت تحب مصر من القلب، حول هذا الشعار إلى فعل وإلى عمل، وهذا ما سنحاول أن نفعله من خلال الصديقان. شكراً، وأدعوكم باستمرار لكل الخير يا رب. دكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس كنائس مصر وأستاذة ونائب قسم العلوم الإنسانية بالكلية اللاهوتية بالكاتدرائية المقوسية وأستاذ بجامعة القاهرة، فلتتفضل. في الحقيقة أنا مش هطيل عليكم، لأن مش هلاقي أفضل من كل الكلمات اللي اتقالت من القيادات وأساتذتنا اللي موجودين، لكن في ثلاث رسائل بصورة سريعة أحب أن أنا أوجهها. الرسالة الأولى شكر وتعزية. أول حاجة شكر لله أن احنا النهاردة متجمعين حول كلمة مصر، مصر العزيزة، مصر الحبيبة. أي حدث بيحصل المجتمع المصري كله بيتجمع عشان يسند تراب هذا الوطن الحبيب، فبشكر ربنا على تجمعنا في هذا التجمع، وبشكر كل القيادات اللي موجودة واللي ممثلة عن الشعب المصري. أنا حاسة أن أنا النهاردة الشعب المصري كله موجود بصورة مصغرة، وفي الحقيقة إحنا مش هنعزي حد، لكن خالص التعزيات القلبية وخالص تعزيات السماء لينا كلنا لمصر الحبيبة، في شهداء الكنيسة وفي شهداء النساء. يعني أنا بعزي النساء أولا، لأن معظم الحادث كان شهيدات، 99% شهيدات، فأنا بعزي نساء مصر وبعزي الكنيسة بصورة خاصة ومصر بصورة عامة. أما الرسالة الثانية فهي رسالة إلى كل من يقوم بهذه الممارسات المنهجية المقصودة. حاول الإرهاب في صورة شاب صغير في صورة ممنهجة أن يفتت اللحمة الوطنية ويفتت الشعب المصري بضرب الكنيسة في حادث يمثل أنقى علاقة ما بين الإنسان والله، وهي الصلاة. هذا الحادث كان نتاجه شهداء إلى السماء، ومصر دائما تتطهر بشهدائها سواء من الجيش أو من الشرطة أو من الشعب المصري أو من الكنيسة. حاولوا في 30/6 بعد 30/6 وتكاتف اللحمة الوطنية ان هم يفتتوا الشعب المصري اللي قدم ايقونة امام العالم كله في الوحدة والحفاظ على الارض بحرق 80 كنيسة. خرج الاقباط على رأسهم قداسة البابا تبادروس الثاني ان البشر اهم من الحجر، وان كنائس الوطن من غير كنائس ملهوش معنى، وان لو كنائس كلها حركت هنروح نصلي في المساجد. هذه هي رسالتنا، الرسالة الثانية لمن يفكر أن يفتت الشعب المصري. أما الرسالة الثالثة والأخيرة هي مصر وحدة واحدة. مصر وحدة واحدة من أول التاريخ وحتى الآن وفي الحاضر. مصر ما حدش بيقدر إن هي حائط صد لتراب هذا الوطن وللمنطقة العربية، لأن مصر ببساطة بتمثل هي الهوية المصرية، والهوية المصرية دي عبارة عن شرائح من الحضارة الفرعونية بكل ما تحمله، والحضارة القبطية بكل ما تحمله، والحضارة الإسلامية بكل ما تحمله، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والقيم والفن والأزهر والكنيسة والجيش والشرطة والشعب. هذه هي مصر وحدة واحدة، لن ينال منها أحد
لن ينال منها أحد. وأختم كلماتي بتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وشكرا. الأستاذ محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية واجبة للاتحاد العام للجمعيات والجمعية المصرية على عقدهم هذا اللقاء القيم. ويعني زي ما ورد في كل الكلمات اللي سبقت إنه هو الحادث حادث أصاب كل الشعب المصري. وفي الحقيقة أنا بشرف أن أنا عضو مجلس النواب عن دائرة الويلي والظاهر، اللي هي الدائرة اللي فيها الكاتدرائية المصرية واللي فيها البطرسية. وأول كلمة قالها قداسة البابا أول ما جيل الكاتدرائية، قداسة البابا كان في اليونان وقطع زيارته وجيل لما عرف بالحادث يعني وجيل لمصر يعني. فأول كلمة قالها أول ما جيل مقر الباباوي والناس كلها كانت مجتمعة يعني في بداية الحادث يعني، أن هذه الجريمة ارتكبت في حق الشعب المصري كله، وأنه في أهداف واضحة من وراء مثل هذه الجرائم وهي تفريق شعب مصر. وبرضو لو حضراتكم تتذكروا أول كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العزاء الرسمي اللي كان عند المنصة، أنه قال أنه الجريمة دي بتستهدف الشعب المصري كله. في الحقيقة احنا محتاجين انه العمليات الارهابية دي ايا كان المستهدف او ايا كان اللي بتصيبهم اثرها، ان احنا نكون بنصدر لنفسنا ولمجتمعنا وكل واحد فينا في دايرة تأثيره انها جرائم ضد مصر وضد شعبها. لان اللي بيرتكبوا هذه الجرائم بيرتكبوها عشان تتحول من جرائم ضد شعب مصر وشعب مصر كله بيقاومها ويكافحها، إلى جرائم تمس طائفة بعينها، لأنه هدفهم في الآخر إن هم يحدثوا فرقة ما بين المصريين. لكن في الحقيقة التجربة أثبتت إنه شعب مصر وإن كنا بنعاني مشاكل في مجالات كتيرة، ويمكن في بعض أوقات يظهر بعض مظاهر سلبية، لكن اللي أكيد إنه لما بيجي خطر الشعب يتحرك زي ما قال بعض الأدباء كبيت من لحم، يعني يتحرك ككتلة واحدة. وكانت المستشارة تهاني الجبالي بتقول في بعض كلماتها يعني انه الغرب بقى بيسموا شعب مصر الصخرة، من كتر ما هم حاولوا ان هم يفرقوا الشعب المصري او يبعدوه او يحدثوا فتنة ما بينه. لكن الحمد لله، لان الشعب ده موحد من القديم، من قديم الازل، وهو شعب واحد. فكل المحاولات دي لما بتيجي عند بلدنا بيكون مصيرها الخسارة يعني، او ما بتفلحش. الأمر اللي حابب أأكده لحضراتكم كبرلمان، إنه البرلمان من أول ما انعقد الجلسات وكان في مقدمة أولوياته تعديل قوانين الإجراءات الجنائية، اللي هي أحد الوسائل لمواجهة الإرهاب، إن يكون في عدالة ناجزة، وإنه لما بيتم إلقاء القبض على أحد المتورطين في الجرائم دي إنه يحاكم محاكمة سريعة عادلة ناجزة، ما يحصلش زي ما حصل مع الإرهابي حبارة اللي استمر محاكمته تقريبا قرب 3 سنوات على الرغم ان هو معترف. فانا بقول لحضراتكم اولا انه البرلمان مع الحكومه بيعدوا مشروع تعديل لكل قانون الاجراءات الجنائيه، مش بس ما يخص محاكمه الارهاب، عشان يحقق معنى العداله الناجزه. وانا باكد لحضراتكم ان البرلمان المصري بيشتغل بكافه اللجان على ان هو يحدث ده. بعزينا جميعا، ونسال الله عز وجل ان هو يعزي اسر الشهداء. وبشكركم مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله. القس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القساوسة بالطائفة الإنجيلية، فليتفضل. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا. أيها الأحباء، نعلم جميعنا أن مصر في بؤرة المؤامرة الدولية، وهناك محاولات ضاغطة من قوى إقليمية ودولية لإضعاف مصر وحصارها اقتصاديا وسياسيا، بهدف إضعافها كقوة مركزية في الشرق الأوسط.
للإرهاب أسباب وجذور كثيرة، أهمها من وجهة نظري وأخطرها هو الجهل. الجهل بصحيح الدين والجهل بالآخر. جوهر الأديان السماوية هو الحب والتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر، والجهل بجوهر الدين هو سبب لتكفير الآخر والفعل العنيف ضده. من ناحية أخرى، أغلب حالات العنف يقولون إنها وليدة موروث ذهني مريض، صورة ذهنية مشوهة، أو معرفة مقولبة خاطئة عن الآخر، ما نسميه الوثن الذهني أو الجهل بالآخر. والوثن الذهني يؤدي إلى التعصب الديني والجمود الثقافي وتكفير الآخر، ومن ثم فالجهل هو جذر عميق جدا للإرهاب. من هنا بات تجديد الفكر والخطاب الديني أمرا ليس فقط ضروريا بل ملحا. نحتاج خطابا دينيا يؤكد على مبدأ الوحدة والتنوع، فنحن كبشر وكمصريين نحن متنوعون في الثقافة والانتماء السياسي والديني والعقائدي، لكننا واحد، دمنا واحد، مصيرنا واحد، كفاحنا واحد، وطننا واحد. مبدأ الوحدة والتنوع يرسخ المساواة في القيمة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، كما يرسخ قيمة التكامل، فكل منا يكمل الآخر ويكتمل به. الوحدة لا تعني التماثل في الفكر والدين والعقيدة والحزب الواحد، لكن الوحدة تعني التكامل. التماثل عدم وفناء، لكن التكامل حياة ونماء وثراء. ستطغى أنشودة السلام على العنف والخوف، ستظل ترنيمة السماء المجد لله في الأعالي، وعلى أرض مصر السلام، وبالمصريين المسار. السلام عليكم. لم أرى تعزية أكثر من الرجوع لتقاليد الصعيدية، وأنا أفتكر أهلي عندما يحدث حادث أليم فيعزون بعضهم بعضا قائلين عزانا واحد، وده حقيقي، عزانا واحد، الجرح واحد والعزاء واحد، محدش مسيحي بيعزي مسلم ولا مسلم بيعدي مسيحي، الجرح جرح مصر كلها، وكلنا بنعزي بعض في هذا الألم والمصاب الكبير. لا نخاف على هؤلاء الشهداء، لأن الكتاب بيقول إن حبة الحنطة إن لم تمت تبقى وحدها، ولكنها متى ماتت أو إذا ماتت فهي تثمر ثمرا كثيرا. ده الثمن اللي أي مؤسسة عايزة تقوم لازم تقوم على دم الشهداء. والكنيسة من أول عصرها اسمها كنيسة الشهداء، جامد بهذا الثمن. وإحنا لما بنودع الشهداء بيقول بنزفهم للسماء وكأن عرسان بنوديهم للسماء، فده مش زعلانين عليه، إنما احنا زعلانين على روحنا، زعلانين على ما حصل في مجتمعنا، زعلانين على اللي وصلنا له في بيوتنا. للأسف احنا دي لنا 30-40 سنة وإحنا سكتين على هذه الثقافة، ثقافة الكراهية. خدوا بالكم، مش كراهية المسيح للمسلم، كراهية الأخ الأخوه في نفس البيت، وما حدش بيتكلم، لأني لم نكن مهتمين ولم نكن واعين بخطورة هذا الفكر على حياتنا. وفين لما اقتنعنا أخيرا أن هناك مشكلة يجب أن تواجه، وهي مشكلة التطرف الفكري، ما من كان نوعه،
مهما كان نوعه، مش بس التطرف الديني، إنما أي تطرف فكري لا يقبل الآخر. ومجرد أني واحد مش لا يشاركني أفكاري، واحد يختلف عني في أفكاري، هذا الشخص عدوي وكرهه وما بحبوش، وممكن أوصل أقول عليه كفر. هذا لن ينصلح إلا لو زاد عدد الشهداء. شهداء الكنيسة بيخلوا الكنيسة تكبر، شهداء الوطن وهم واقفين على الحدود من الجيش، من عسكرنا على الجيش، بيخلوا الجيش يقوى والبلد يقوى. شهداءنا من الشرطة وهم بيدافعوا عن أمننا وسلامنا، بيجعلوا أمن البلد دي وسلامها يقوى. وعايزين نوع تاني من الشهداء، شهداء الفكر. شهداء الفكر اللي اغتيلوا وقتلوا واتهموا بأخزع الاتهامات. وأنا في الحقيقة مكسوف من نفسي إن أسمع رأي لغاية النهاردة بيقول نجيب محفوظ كان يجب أن يعاقب. أنا مكسوف من نفسي لما أسمع مثل هذا الرأي. إحنا محتاجين النهاردة لمفكرين مصريين مستعدين يضحوا زي ناس كتيرة ضحت، وأسميها عندكم كلها حاضرة، مستعدة تضحي بكل غالب كل نفيس حتى بحياتها لو تطلب الأمر، في سبيل أن تقول كلمة الحق وتقول للغلطان أنت غلطان. مش هطول عليكم، انتوا سمعتوا كلام كتير، انما شكر واجب لكل من اتى عشان يقول بس احنا بنشترك كلنا في هذا المصاب، وعزاء لكل قلب جريح. مصر طول عمرها هتفضل مصر وهتبقى مصر. تحيا مصر. الاستاذ الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاوني فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى كافة رسله وأنبيائه أجمعين. طبعا بعز مصر على هذا الحدث الأليم، أقسم بالله أنا كنت يوم أنا ساكن فرش على الهرم، كنت يوميها صحوني من النوم لأن كان يوم أجازة، ويعني البيت كله كان في حالة حزن، إيه حصل كذا. وطبعا انا كنت ساكن في دير الملاك وانا في كليه الحقوق جامعه عين شمس، فكنت في جنب ورا الكنيسه على طول في دير الملاك. فكان حدث أليم جدا. فبنعز مصر ويعني قدرت بدور المتواضع اخذ مؤتمر تعاوني عربي، اللي انا في نفس الوقت رئيس الاتحاد التعاوني المصريه والاتحاد التعاوني العربي، اخذت الاسبوع الماضي مؤتمر في الغردقة وحضروا سيادة اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر معانا عشان هذا الحدث الأليم. هل لا أطلع لحضراتكم وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكر كل أسرة معهد المعهد العالي للسياسة التعاونية، الناس عملت مجهود فوق طاقة، الأستاذ الدكتور أحمد طه خميس، كل المجموعة وكل الأشخاص يعني عملت بلاء حسن جدا، المجموعة كلها الأستاذ عز كل مجموعة اشتغلوا يعني صراحة 24 ساعة في الشهر عشان يجهزونا التعليمات. طبعا معالي الرئيس الأستاذ الدكتور حسن بيه، كل شكر حضراتكم جميعا. وبقول لك الدكتور حسن بيه إن في ناس فعلا هنا جت من أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومن هنا ويمكن من سيناء وبايتين في الطريق فعلا، يعني هم جم من أماكنهم ما كانوش موجودين في القاهرة. الامر الاخير ان احنا فعلا مش هنتحول ان الموضوع كان مكلمه وقدينا ارائنا وزعلنا، لا احنا هنترجم الكلام ده بفعل فعلا. عام 2017 الاتحاد العام هيعلن المبادره دي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، معانا نقابه المعلمين، معانا النقابات المهنيه، معانا البيع بالظاهر كاتحاد تعاوني، معانا كل القيادات، والمبادره دي هنشرف ان هيكون بيرعاها ورئيسها الاستاذ الدكتور حسن راتب لما له من قدر كبير انا افهمه كويس قوي، وله عطاء وان هو فعلا نذر نفسه لهذه البلد، وانا بشكره تاني ومتشكرين وتحيا مصر.